حقيقة احنا لاحظنا خلال اليومين اللي فاتوا كده من الأخبار المبهجة حالة الإقبال الكبير من مختلف الجنسيات لقضاء احتفالات أعياد رأس السنة في مصر، وتحديدا في محافظة البحر الأحمر اللي شهدت ارتفاع كبير في نسب الإشغالات في الفنادق، وصل ل 90% مع زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران للغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على تليفون الأستاذ بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر. صباح الخير أستاذ بشار، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الفل عليك يا استاذة منى وعلى الاستاذ محمد وعلى كل المشاهدين، ويوم جديد وسنة جديدة سعيدة علينا جميعا ان شاء الله. احتفالات مبهجة ربنا يديمها يا رب ويحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والأمان. كلمنا بقى عن ملامح الاحتفالات اللي شهدتها محافظة البحر الأحمر خلال الكريسماس ورأس السنة. يا رب دايما سنة سعيدة علينا الحمد لله، يعني أطمنك وأطمن كل شعب مصر إن السياحة بخير، والفنادق الحمد لله بتعج بالسياحين من مختلف الجنسيات من كل العالم. الحمد لله الاحتفالات يعني الأسبوع اللي فات والأسبوع دوت والأسبوع اللي جاي إن شاء الله عندنا كل الفنادق مجهزة، يعني الديكوريشن حتى وأنت داخلة الفندق كده تلاقي يعني حاجة تفتح النفس كده وحاجة جميلة مع جو جميل جدا في البحر الحمد لله. الأرصاد يعني والدرجة الحرارة 25 و26، في ناس بتنزل البحر وفي ناس طبعا بتستمتع بالجو والرحلات السفاري وبتسافر الأقصر وبتسافر القاهرة. فموقع الغردقة خصوصا وموقع يعني كل ما هو موجود في البحر الأحمر مميز بالنسبة لموقع جغرافي مبدئيا، وده جاذب جدا للسائحين والطقس بعد كده، وبيجي طبعا الامن والامان اللي موجودين في ربوع المحافظه محافظه البحر الاحمر. الحمد لله المطارات والاماكن المختلفه من المواني حتى اللي كنا بنستقبل اعداد كبيره من السائحين على البواخر، ويعني كل الجنسيات موجوده بتبدا طبعا بالجنسيات الالماني اللي هو بيعشق البحر الاحمر. السائح الألماني بيجي من فترة طويلة قوي وبيعيد الزيارة وبيكرر الزيارة، ممكن يزور الغردقة أو مرسى علم مرتين وثلاثة في اليوم. بيجي بعدهم طبعا الهولندي والبلجيكي والبولندي وكل جنسيات أوروبا وغرب أوروبا وشرق أوروبا كمان، ألمانيا والتشيك وبولندا بيجوا يزوروا البحر الأحمر. طبعا الاسترخاء والاجازه بمعنى كلمه اجازه صحيح. ولكن يعني لو حضرتك تشوفي بالليل ازاي بيتمشوا في شوارع الغردقه وشوارع مرسى علم وشوارع القصير وسفاجه، يعني هتخيلي ان حتى بروده الطقس يعني الجو جميل، حتى الطقس جميل ما هوش بارد بشكل قوي. يعني نسبه الاشغال استاذ بشار وصلت لحوالي 90% اشغال الفنادق في البحر الاحمر، حابين وده خبر جميل جدا، ويعني بيعكس كده حاله الرواج ان شاء الله اللي هتستمر الرواج السياحي في البحر الاحمر. عايز اعرف من حضرتك ايه هي ابرز المناطق اللي تصدرت الاحتفالات داخل المحافظه وكانت السبب في زياده نسبه الاقبال عليها؟ هو طبعا احنا عندنا اماكن اساسيه في البحر الاحمر بيقبل عليها السائحين زي المارينا في الغردقه نفسها، ده مكان كبير جدا بتعمل فيه مسرح كبير وبيبقى فيه ناس يعني الناس بتتمشى وفي سبيس عالي خالص يعني وموجود على البحر على طول في وسط اليخوت والمراكب، فمكان مبهر يعني بصراحه. وعندنا برضو الممشى السياحي ومش ممشى واحد الحمد لله، يعني مدينه الغردقه يعني فيها حوالي خمس مماشي من ناس بتتمشى بيهم بالليل على طول الممشى الاساسي، وطبعا بعض المولات الكبيره التجاريه اللي موجوده في الغردقه باسماء مختلفه حتى الاسماء اللي هي الخارجيه اللي موجوده، وطبعا الفنادق نفسها بتحرص على ان السائح بتاعها يبقى في مود عالي جدا في هذه المناسبات، فكل فندق نفسه بيعمل جزء من حفله خاصه بيه وانيميشن، وبيدعو ليها ناس من بره الفندق كمان بتعمل رواج او يعني بيناقشوا الاتيتيود او المكان نفسه ماشي ازاي يعني في فنادق طبعا بتهتم بالرياضه شويه وفي فنادق البحر اساسي عندها وفي فنادق في وسط البلد بيبقى برضو يعني بيدعو ناس، وطبعا عندنا الفولكلور الشعبي المصري
موجود في كل الفنادق، وعندنا الأكلات المصرية بتتعمل على البوفيه بخصوص يعني احتفالا بقدوم سنة جديدة. وطبعا برضو المرشدين السياحيين ليهم دور ان احنا بنحرك طبعا التاريخ، وازاي ان احنا في مصر يعني التاريخ ده كله، واحنا اللي صنعنا التاريخ، او يعني بلدنا اللي كانت اول بلد تعمل احتفالات في كل معابد مصر القديمة، وكانوا بيحددوا أيام معينة بيحتفلوا فيها وبيلبسوا فيها لبس معين وبياكلوا فيها أكلات معينة. زي ما حضرتك عارف شم النسيم اللي حقق احتفال يعني قائم حتى الآن، وهو في الأصل فرعوني أو في الأصل من مصر القديمة. فالاحتفال ده جزء من تاريخ أو شخصية المصري عبر العصور يعني، ومن أكتر شعوب العالم اللي بتحب البهجة وبتحب ان هي تضحك وتهزر مع السائح. حتى في ناس بره يعني من كتر الشغل والاسترس اللي موجود عليهم ما بيبقاش متخيل ان الناس دي بتضحك كده حتى وهي عندها مشاكل. يعني كل العالم كله فيه مشاكل، بس طبعا احنا كشعب مصر بنتميز بالبهجة او بالسرور دايما، وبنضحك في احلك الظروف. أكيد. طيب إحنا يعني قربنا خالص على الموجز، فاضل لنا دقيقتين. هسأل سريعا كده، الطيران مستمر طول الفترة؟ يعني إحنا عارفين إن بيبقى في طيارات شارتر بتبقى قائمة على وجود مجموعات، هل موجودة اليومين دول وفيها جنسيات مختلفة؟ طبعا مطار الغردقة يعني مطار مرتب جدا وبيتعامل مع كل شركات الطيران، والحمد لله يعني هو طبعا الأسابيع اللي هي آخر أسبوع في السنة وأول أسبوع في السنة دول يعني بيمتازوا بكثافة عالية جدا، ولكن الحمد لله مطار الغردقة بيستقبل الطيارات بدون أدنى يعني أي مشاكل بتحصل في الانتظار والكلام ده. والحمد لله بنشكر مثلا مصلحة الجوازات، عندنا سيولة في الخروج من المطار، ويعني الأتوبيسات بتبقى جاهزة وكل حاجة موجودة. طبعا الترتيب ده بالعلاقة مع الوكيل الأجنبي، دايما الشركات الكبرى يعني بترتب نفسها مع حد يعني او مع شركه الوكيل بتاعها الداخلي بيستقبل، او في شركات من بره نفسها عملت لنفسها شركات في مصر. طبعا الاقتصاد بيتغير وبيحصل تكتلات كبيره، فالحمد لله يعني الدنيا سهله وميسره في المطار خصوصا، لان هو الانطباع الاول اللي هي دي بقى اللي بيتقال عليها القيمة المضافة، ان الناس بتعظم استثماراتها زي ما حضرتك بتقول، انه نوصل لمرحلة ان يكون عندنا يعني طيران يقدر يجي على القرى مباشرة. دي حاجة اكتر من رائعة. كل الشكر ليك الاستاذ بشار ابو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الاحمر، وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك، ورب كده الايام اللي جاية تزيد فيها يعني نسبة الاشغال اكتر في الفنادق ورحلات الطيران الى المطارات المختلفة في البحر الاحمر.